ما أجملها من كلمات تبين لنا قيمة الوقت وكيفية إدارة الوقت. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الأمر حيث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويعني بالفراغ هو وقت الإنسان. وقت الإنسان من أجل نعم الله على الإنسان، لكنه يغبن نفسه أي يظلم نفسه بإضاعته لهذه النعمة. وما أسوأ من أن نسمع من كثيرين جملة: هيا معا نقتل الوقت، هي أنا أعاني من وقت فراغ. هذه المسميات الخاطئة ليس لها مكان في حياة الإنسان الناجح الذي يستثمر وقته، لأن وقته هو عمره. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد جابر عباس، أستاذ تنظيم مجتمع المساعد ورئيس قسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان. أهلا بحضرتك معنا دكتور. أهلا بحضرتك. في البداية حينما نتحدث عن إدارة الوقت، ماذا نعني بإدارة الوقت؟ خلينا في البداية يعني أقول لحضرتك إن يعني بعد مقدمة حضرتك الجميلة والعرض الرائع اللي حضرتك شرفتنا بيه، إن الوقت فعلا هو السلعة والكنز الأغلى لينا كبشر، وكان هو كمان القاسم المشترك اللي كلنا معدلات ثروتنا في واحدة. فكل البشر في الأرض وفي الكون عندهم نفس الأيام وعندهم نفس الأسابيع ونفس الأشهر. اللي بيفرق بين بشر وبشر آخرين هو كيفية إدارتهم لوقتهم، وده فعلا هي الفيصل. فإدارة الوقت هي فعلا سر النجاح والعامل المؤثر ما بين الناجحين والفاشلين. زي ما حضرتك تفضلت، إدارة الوقت هي بتعريف بسيط كده هي الطرق والوسائل اللي بتخلي أي حد فينا يدير وقته بكفاءة وفاعلية ويوصل بشكل مباشر وباستثمار جيد لتحقيق أهدافه. إدارة الوقت فعلا هي أسلوب ونمط للحياة بيخليك تستثمر كل الأوقات وكل الدقائق وكل الساعات وتنظمها عشان توصل لهدف أعظم أنت بتنشده. طيب نتكلم في مضيعات الوقت والأساليب الخاطئة التي يتعامل بها كثير من الناس مع الوقت. يعني جميل. يعني عشان نعرف ندير وقتنا فعلا لازم نحدد إيه هي مضيعات وقتنا. فبالنسبة لطالب، مضيعات وقته مثلا ممكن تبقى ساعات النوم الزيادة، عدم تنظيم وقته، اللعب الغير مفيد. فمضيعات الوقت بصفة أساسية هي أي عوائق أو مشكلات أو موانع بتسبب لك عدم الاستثمار الأمثل للوقت. فكل منا عنده مضيعات وقت أو بشكل آخر، لكن خلينا نتكلم على مضيعات وقت بصفة عامة. مثلا الاتصالات الكثيرة جدا بغير طائل، الضيوف بدون موعد، عدم تنظيم أوقات العمل، الألعاب الغير مفيدة، الممارسات غير ذات العائد، يعني سواء كانت قراءات أو سواء كانت ألعاب إلكترونية، كل دي مضيعات وقت يعني. طيب دكتور محمد جابر، يعني لو التفتنا إلى الحديث الشريف، يعني الدين اهتم اهتمام نعم كبير جدا نعم نعم بمسألة الوقت دي على مستوى القرآن ومستوى السنة. نعم. الحديث الشريف يعني يصور لنا صورة في غاية البلاغة والجمال والروعة: ما من يوم تشرق فيه الشمس نعم إلا وينادي منادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد. ده لليوم. نعم. نعم. وعلى عملك شهيد. جميل. فاغتنمني فإني لا أعود. يعني إزاي لو استحضر كل واحد فينا أن مع نسمات الصباح الأولى هذا النداء: هذا خلق جديد، يوم جديد. نعم. وهو يشهد على ما يقدم الإنسان من عمل خلال هذا اليوم، وأن هذا اليوم وهذا الخلق لن يعود. نعم. مرة أخرى. نعم. ولذلك واجب علي أن أستثمره. نعم نعم. والله فعلا لو في كل واحد فعلا في بدايات يومه أو في اليوم النهاردة، وأنا يعني بفضل الله ربنا يحيينا ويحييكم جميعا للغد، لازم يبقى عندي خطة واضحة لليوم. فلازم أستثمر ويبقى عندي خطة مكتوبة، إيه المهام اللي مطلوب مني إنجازها في الغد، إيه أهم أولويات هذه المهام، سوف أديرها ماذا وأديرها كيف. يعني من المهارات الرائعة كمان فعلا والمفيدة جدا في التخطيط وانطلاقا مع هذا توجه النبوي الشريف، وحاجة تلازم عصرنا دلوقتي، احنا محتاجين فعلا ندون ايه المهام وايه الاهداف اللي محتاجينها كل يوم. يعني حاجة من الحاجات اللي تعلمناها وتتماشى مع السنة المطهرة ان لازم كل يوم اكتب ايه مهامي. عندي محاضرات، عندي اعمال جامعية، عندي اعمال مجتمعية، بالنسبة لحضراتكم عندكم تصوير، عندكم شغل، عندكم لقاءات خارجية أو لقاءات داخلية. كل واحد لازم فعلا على حسب طبيعة عمله يكيف تسجيله بمدونة كده لملاحظات العمل وينظمها ويعيد ترتيبها في المرحلة التالية وفقا
لأولوياتها. ففي نهاية اليوم هيوصل ايه هو اللي انجزه، ايه هو اللي ما انجزوش. خلينا بس اوضح كمان حاجة مهمة جدا، ان ادارة الوقت مش من العمليات السهلة بكل المقاييس، فهي بتاخد فترة من التدريب في البداية الى ان اصل لرضا تام على ادارة الوقت. لكن برضو ده يقول لنا ان مش من الاول خالص تنتظر انك تنجح في ادارة وقتك 100%، لكن تحمل بعض المعوقات وتحمل بعض الصعوبات الى ان تصل للنظام الامثل لادارة وقتك، عشان تبقى فعلا الامور واضحة بالنسبة لك. ده هيحصل بعض اخفاقات وبعض شوية معوقات انت بتقابلها، لكن الخطة الاسهل لادارة وقتك انك تبدأ من دلوقتي وتبدأ عاجلا وفقا للتوجه اللي حضرتك قلت عليه، والتوجه النبوي الكريم والحديث النبوي الشريف اللي بيقول ان احنا لازم نخطط ونستثمر يومنا بكفاءة ونديره فعالية. فلازم اخطط لي واديره واسجل ما انوي القيام به وأقيم نفسي في نهاية اليوم. طب أنا عملت كل المهام، فاضل هل متبقي منها جزء؟ فأعيد كمان ترحيلها إلى اليوم التالي على حسب أولويتها وعلى حسب جدول التالي في اليوم، في اليوم اللاحق يعني. طيب أيضا نقف عند المثل الذي نحفظه جميعا ونردده جميعا، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، لكن له دلالات كبيرة جدا. يعني أنت في صراع مع الوقت وكأن هذا الوقت سيف، لو لم أنت تتغلب عليه بأن تستثمره وتشغله بكل ما هو مفيد تغلب هو عليك وقطعك وقضى عليك. يعني كيف يلتفت كل واحد منا إلى هذه المعركة المستمرة دائما مع الوقت؟ يلتفت كل واحد منا ليها عن طريق قناعته أنه فعلا هو في معركة وأنه هو فعلا محتاج يدير وقته، فيبتدي بالتخطيط ليها ويحسم أمره، يبقى عنده القناعة أنه من غير إدارة جيدة لوقته سينضم لطابور المقصرين وسينضم لطابور الفاشلين. فإدارة الوقت هي المعقل وهي هي الوسيلة المثلى أنه ينضم لركب الناجحين المميزين الفالحين في إدارة حياتهم العملية والعلمية والتطبيقية والمجتمعية. يخطط لها جيدا، يتعامل كويس مع مضيعات الوقت، كمان يهرب من هذه المضيعات، يدرب نفسه باستمرار على كيفية إدارة ويحسن من أساليب إدارته للوقت، وكمان يتبع الأساليب الحديثة في إدارة الوقت. يعني مثلا كلنا نمتلك هواتف ذكية، كل الهواتف الذكية تمدنا بأجندات لتنظيم الوقت، لكن كم منا يستخدمها؟ كلنا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمن الخدمات الرائعة اللي بتقدمها وسائل التواصل الاجتماعي والكمبيوترات والأجهزة منظمات وكالندر للوقت، كم منا يستخدمها؟ فلازم ندير ونوقن ان احنا فعلا قدام معركة للوقت. خاصة وده مثلا انا بضربه الولادي في الفرق الاعلى في مثلا والمتطوعين والناس اللي في المجتمع نشتغل معاه، ان التصارع اللي احنا فيه ان لم تستغل فيه الوقت زي ما حضرتك قلت كده يقطعه. لا كمان ليها مثل تاني، ان الاجيال سوف يعني تتفاداك وتسبقك، فلازم انك تدير وقتك بفاعلية، لان ان لم تستثمره في علم وفيما ينفع من يأتوا بعدك وتنظر إليهم أنهم صغارا سوف يتقدمون عنك، لأنهم أجادوا استثمار الوقت. نعم بيحصل بالفعل مع ناس كتير. نعم وبيحصل أمانة في مواقع عمل مختلفة، وده اللي بيميز قائد عن قائد آخر، لأن لو في حد فعلا بيدير وقته فاعلية ودير فريق العمل معه فاعلية هياخده هو والفريق النجاح، لكن آخر لا يدير وقته فاعلية ولا يدير أعضاء فريقه وقتهم فاعلية سوف يتقهرون للخلف. طيب أنا أقف دكتور مع بعض المصطلحات وخطورة هذه المصطلحات. نعم. وقت الفراغ، هل هناك ما يسمى وقت فراغ لدى الإنسان أم أن هذا المصطلح خادع لكل إنسان؟ والله الكلام ده ممكن يبقى فيه وجهات نظر كتير جدا. يعني بعض الأفراد ممن لا يديرون وقتهم بفاعلية ينطبق عليهم وجود وقت فراغ، مع أنه مصطلح كاذب في البداية، لأنه لو أدار وقته فاعلية لن يجد هذا الوقت. لكن الناجحين ليس عندهم وقت فراغ، حتى ما يمثل للآخرين من الخارج وقت فراغ هو وقت يخصصونه للتمتع للمرح للترفيه للفايدة برضو للراحة النفسية للاستجمام، فهو ليس وقت فراغ لكنه جملة من الوقت منظم. لكن بالنسبة لمن لا يديرون وقتهم، هو يملك كثير من الوقت الذي لا يعرف أن يعمل فيه ماذا، ويملك كثير من الوقت الذي تأكله فيه مضيعات الوقت وتسطو عليه، فهو يعد نفسه ذلك أنه في وقت فراغ، أنه في وقت غير مفيد، فيبدأ أنه يمارس أعمال غير مفيدة فيقتله الوقت ويقطعه كالسيف. طيب مصطلح إضاعة الوقت. نعم. لك احنا تعال نضيع وقت كده، وانا بعمل ايه؟ تعمل ايه؟ والله بضيع وقت كده بس. هو إضاعة الوقت مصطلح دارج بين كتير جدا من الفئات، خاصة الفئات اللي مش منشغلة بأعمال ملزمة
او ما عندوش التزامات اسريه واداريه وعمليه، فيبتدي يقول انا بضيع وقت. يعني خاصه بين فئات كتيره جدا من الشباب، تلاقيه مثلا يذهب الى المقاهي او يذهب الى المتنزهات او يذهب الى اي انواع من العمل الغير مفيد، هو ينظر اليه انه اضاعه وقت بمنظور ان هو بيسلي وقته. لكن من ضمن النصائح الجميله جدا في اداره الوقت واستغلالها واستثمارها، ان حتى الاوقات الهامشيه التي ينظر اليها انها اوقات غير مستغله، لو انت تدير وقتك بفعاليه يجب ان تستثمرها. يعني هنلاحظ كتير جدا من الشعوب المتحضره حتى في اوقات المواصلات يقرؤون، حتى في اوقات الترحال عبر المحيطات في الطائرات يقرؤون، حتى وقف الطابور. نعم، طابور الماء، يعني في طابور الماء، في طابور اي خدمه، في طابور اي مؤسسه يقرا، لان فعلا كلنا نمتلك نفس المعدلات من الوقت، لكن هناك فارق ما بين يستخدمها بكفاءه ومن يعدها وقت وضائع. فمن يستخدمها بكفاءه ينجح ويتقدم. عشان كده هي فعلا اداره الوقت عامل كمان مش مهم بالنسبه للافراد بس، لا، مهم بالنسبة للمنظمات ومهم بالنسبة للشعوب. الشعوب التي تدير وقتها بكفاءة وفاعلية تلاقيها في مصاف الدول المتقدمة. الشعوب التي تشعر بوجود أوقات فراغ كثيرة وعدم وجود مهارة استغلال للوقت هتلاقيها لسه في الدول التي تحاول التقدم وتسعى إلى النمو. تمام. طيب دكتور، يعني إذا ما أردنا أن نقارن بين شخصين، شخص يدير وقته بكفاءة عالية جدا وصخر، شخص لا يعي هذا الأمر أهمية، انعكاس إدارة الوقت واستثماره على الحياة السلوكية والمزاجية وسعادة الإنسان ونجاحاته. رائع. يعني من ضمن الفوائد الرائعة لإدارة الوقت إنها بتوصل الفرد منا الذي يدير وقته إلى نوع من الانسجام الروحي والانسجام الاجتماعي، لأنه خلاص عرف إن كل مهام لها وقت معين، كل أعماله مدارة بشكل جيد، فهتخليه لو هو موظف يحصل على رضا القادة عنده، لا هو طالب هيحقق مستويات نجاح ومستويات تفوق دراسي متقدمة لو هو بيدير وقته كويس، لا هو سيدة منزل وتدير وقتها كويس هتبقى عندها راحة أسرية. فإدارة الوقت عامل مؤثر جدا في النمط والاستقرار المجتمعي والأسري وكمان الشخصي والأمان الشخصي والراحة النفسية. فعلا في الأول وفي الآخر أنت غير مضغوط، اللي بيسبب كثير المشاكل لأولادنا خاصة وقت الامتحانات وإحنا داخلين عليها كلنا، إن هم لم يديروا وقتهم خاصة وقت الدراسة بنجاح، فيجي يحس بالانضغاط وقت دخول الامتحانات. لكن كان أمثل ليه وأمثل، وإحنا مش عايزين نقليهم، لا، يخطط من بداية العام الدراسي لإدارة وقته، فيبتدي يسترجع دروسه أولا بأول، يذاكر أول بأول، كذلك الأمهات معهم متابعتهم أول بأول والآباء. فعندما تقترب الامتحانات لم تعد هناك مشكلة، هناك وقت محدد للمراجعة، هناك وقت محدد وقرر الامتحانات، وهو بقى مؤهل لدخول الامتحانات. ففعلا إدارة الوقت بتشعر البني آدم براحة واستقرار وتسهم في نجاحه وتقدمه ورقيه الوظيفي، لأنه فعلا بيحس أنه هو عنده إدارة ذاتية رائعة. فده كلها عوامل تدفعه أنه هو يرقى مصاف متقدم. سوء إدارة الوقت كيف يتسبب في كثير من الأمراض الاجتماعية والنفسية وعدم الرضا عن الواقع؟ نعم فعلا، هو يعني سوء إدارة الوقت بيودينا لمشاكل مختلفة، منها مشكلات السلبية اللي احنا بنوجدها في المجتمع، مشكلات اللامبالاة. هتلاقي كتير جدا من الأشخاص اللي لا يديروا وقتهم غير مهتم بالأوضاع المجتمعية، لأنه ما عندوش شريحة من المهام أو مخصصة لوقته ومجتمعه، هو مش عارف، فده يؤثر بعد كده عن طريق علاقات كتيرة جدا في إدارة وقته. كمان يؤثر في مشاكل إن هو الإحباط والفشل اللي بتصيب الناس كتيرة منه، لأن إدارة الوقت جدا مع تركيز، مثلا لما يبقى عندك كم كبير من المهام والأعباء وانت مثقل بيها ولا عارف تدير وقتك بيها كويس، مرة واحدة هتفقد السيطرة نفسيا وترضخ لمضيعات الوقت وسيطرة هذه المهام، فتبقى وصلت للإحباط، وصلت للفرستريشن العالي، وصلت للتبلد، فبتقدرش، لا خلاص مهامي، لا زي ما ايه نقول كده حد القطر فاته، ما عندوش اي محاولات يلحق بركب هذا القطار. دكتور، برضو بنرجع الى بعض التعاملاتنا السيئة او الخاطئة مع الوقت حينما نتعامل في مواعيد مثلا. نعم. او في امر ما لانجاز. نعم. طب يا دكتور لحظة واحدة بس، اللحظة دي ممكن تستغرق دقائق.
دقيقة واحدة، دقيقة دي ممكن توصل لساعة. نعم. ثانية واحدة برضو ممكن تاخد معايا أوقات كبيرة يعني. لو أزيدك من الشعر بقيت كمان حتى في المواعيد، يعني الأصدقاء عندما يحددوا موعد للقاء يعني نلتقي بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، دون ما تحديد موعد معين ساعة معينة. يعني كان يعني الشيء بالشيء يذكر، كان لي صديق في يعني في مرحلة الدراسة الماجستير والدكتوراه، كنت اقول له مثلا هنلتقي في المكان بعد، فيقول لي لا، يعني دي حاجات من الواحد فعلا يتعلمها، يعني لا احنا لازم ناخد مع موعد محدد عشان انا لو عندي حاجه اعرف اخلصها، لو عندي التزامات تانية. ففعلا زرعت عند الواحد يعني التزام رائع بالوقت، وكنا نطلق عليها في وقتها يعني كنا لسه صغيرين دي مدرسه الاجانب، لكن هي الامانه هي مش مدرسه الاجانب، انجليزي، هي مدرسه هي مدرسه الناجحين في كل بقاع الارض. يعني الالتزام بالوقت هو لازم يبقى كمان وقت محدد ومضبوط، يعني الساعه 6 تحديدا، 6 وربع 6 دول، عشان اضبط المكان واضبط مشواري واضبط مهامي التاليه، يعني دي ضروريه جدا. لكن كمان هي مش قصه، مش مجرد ان هي نلاقيها، لها قصه هي تدريبيه بالشكل اكثر وثقافيه بالشكل اكثر. فعشان كده رسالتنا النهارده للامهات وللاباء لازم يمارسوها تحديدا مع ابنائهم منذ الصغر. يعني كل ابناء عندهم ساعات يلبسونها، ما كانش كده في ساعات في المنزل، فلازم يديله اوقات محدده للعب للاسترخاء للمذاكرة، ويتعلم من خلالها الساعة ويتعلم فيها الانضباط عشان حتى بعد كده يبقى مواعيده محددة. يعني أهمية ان احنا تكون الساعة دي قدامنا في كل مكان. نعم. في البيت يعني في بعض السيدات سيدات البيوت بيحطوا ساعة في المطبخ عشان رائع. تعرف المواعيد نعم. بتاعتها. نعم. ساعة في الصالة، ساعة في الأوضة، او دلوقتي اصبح معانا جهاز المحمول. نعم. في ساعة. جميل. يعني دائما ننظر اليه من حين الى اخر، نشوف احنا ماشيين فين وانجزنا ايه وقدامنا ايه، بدل اوبا القطر فاتني، اوبا مش عارف الميعاد فاتني، المدرسة فاتتني كده يعني. نعم. لا وانا كمان اقصد يا فندم ان احنا لازم ندرب اولادنا على المقاطع المحدده من الوقت، يعني مثلا هتلعب تلت ساعه فيعرف التلت ساعه دي 20 دقيقه، هتلعب مثلا او عندنا ميعاد الساعه 6 فتجهز من الساعه 5:30. لازم ندربه على الاوقات، ليست الاوقات الفتريه ولكن الاوقات بتحديداتها، لانه لما يتدرب في منزله الصغير كده توصل يبقى طالب ثانوي هتلاقيه مواعيده مظبوطه، يوصل يبقى طالب في الجامعه هتلاقيه فعلا بيروح على ميعاد المحاضره وهو منضبط وعارف، يوصل يبقى رب اسره يبقى هيدرب على عياله على نفس المدرسه اللي تم تنشئته عليه. ايضا في سبيل حديثنا عن كيفيه اداره الوقت، يعني يجب ان ينظر كل انسان الى امكانياته والى قدراته في تعامله مع الوقت. نعم. تختلف من شخص الى اخر. نعم. انا مثلا بجهز في ربع ساعه، الثاني شخص اخر عشان يجهز ويلبس بيحتاج نص ساعه. نعم. يبقى كل واحد يعرف نفسه انا بحتاج قد ايه علشان اكون جاهز لموعد معين او لقاء معين، وبالتالي على حسب امكانياتي دي ابدا استثمر وقتي قبلها بربع ساعه بنص ساعه بساعه وهكذا بقى. جميل. هي اداره الوقت رغم ان عندها ملامح ومبادئ عامه تصلح لكل الناس في كل الاوطان وفي كل المجتمعات، الا انها عندها بعض الصفات الذاتيه التي يتم تنسيقها لكل فرد على حد. يعني حضرتك النقطة اللي بتقول عليها دي مهمة جدا، في مبادئ عامة لإدارة الوقت لازم نلتزم بيها كلنا، ولازم خطوات نمشيها كلنا عشان ندير وقتنا بفعلية، لكن كل واحد بقى يديها الصفة الشخصية بتاعته. يعني هناك من يعرف متى يدير وقته ومتى يتفرغ لعدم إدارة وقته، ودي نقطة مهمة جدا، لأن برضو مع حضرتك دي أنا اسمح لي أروح لها بعد شوية كمان. لكن هناك كمان لا يعني المشاغل تفرض طبيعة معينة من إدارة الوقت، نمط الحياة الأسرية يفرض طبيعة معينة من إدارة الوقت، مستواك العلمي يفرض طبيعة معينة، حياتك الاجتماعية متزوج غير متزوج أعزب، كل دي محددات تفرض نمط شخصي على عمليتك لإدارة الوقت. يعني حد ملتزم وعنده بيت وأسرة أو لا فتلاقيه عنده ضبط وقت اروع لو هو فعلا متمرس، لكن حد لسه في مرحله الشباب ولسه عن مش التزاماته مش بالشكل المكثف لرب اسره هتلاقي برضو عنده مساحه من الاداره تتناسب مع مرحلته. ست عامله غير سيده ربة منزل، فالطابع الشخصي ليه دور في اداره الوقت. لكن الحته اللي انا قلتها هعرج بحضرتك عليها اللي هي يعني انا شايف ان اداره الوقت رغم ان هي عنصر ناجح وعنصر مفيد لكل الناس وهي فعلا فيصل للناجحين، الا ان كل الخبراء اللي اتكلموا في ادارة الوقت قالوا هيجي مرحلة كده انك لازم تفصل من ادارة الوقت. لكن مجرد انك تبقى طول حياتك ودي عند الناس بقى اللي هي مؤسسة بادارة وقت شغالة صح من زمان بقى. فعشان كده تلاقيها فعلا عند الاجانب بشكل خرافي جدا، يبقى عنده يوم العطلة ده
يوم مقدس، خلاص يوم الاجازات والاحتفالات والاعياد، يفصل من كل المهام، لانه تاسس على كده من ابتدائي من اعدادي منزليا اسريا في الجامعه، عنده اداره وقت منتظمه ومنضبطه بشكل واحد. لكن كثر اداره الوقت المنضبطه دي ممكن تشكل في بعض الاحيان خاصه للقاده ولاصحاب المهام الرفيعه ضغط منقطع النظير. يهرب منه ايه؟ لازم يتخلى في بعض الايام عن اداره الوقت ويترك نفسه لاستجمام. هي طبعا دي مش عندنا، لكن بالنسبه للمستويات القيادات العليا، بالنسبه لمستويات المهام الكبيره، القيادات الشباب اللي عاشوا طول عمرهم في انتظام منقطع النظير، الضغط الوقت وانتظامه بشكل منقطع ممكن في بعض الاحيان يشكل طابع مرضي. فلازم اخلو شويه بنفسي واترك نفسي الاستجمام بعيدا عن الانضباط، وارجع بعد شويه بعد ما تستعيد نفسي انسجامها واريحيتها لانضباط وقتي تاني. بس مش يحصل معانا. لا 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 اصلا يعني احنا مشكلتنا برضه بنخلط يعني. نعم. حتى اثناء العمل قد يعني في ساعات العمل. نعم. قد نهمل في العمل. نعم. وبعد انتهاء ساعات العمل قد نضطر الى العمل. يعني برضه واحد تلاقيه طول النهار مثلا في شغله يقول لك طب انا هسيب الشغل بقى هاخد معايا شغل في البيت اكمله. نعم. ويروح البيت ما يكملش برضه. يعني ما هو لا عارف يستريح ولا عارف يشتغل. نعم. ولا في وقت الشغل عارف يشتغل كويس. ودي اساسيات في الوقت، يعني لكل مقام مقال. تمام. وقت العمل للعمل، وقت المنزل للمنزل، وقت الأولاد للأولاد، وقت الأصدقاء للأصدقاء. فدي واحدة من القواعد المهمة في الدرجة. لكن النمط اللي بقول لحضرتك عليه ده، اللي هو النمط اللي هو لازم نريح فيه شوية من الضغط المتراكم لإدارة الوقت. ده نمط مش يعني مش عام عندنا. لا. هو نمط في بعض البيئات اللي بتفرض صرامة على الناس في إدارة وقتهم. في ناس بيشتغلوا شغل فيه انضباط أكتر. نعم. في التزام يومي يعني 24 ساعة في 24 ساعة منضبط. فهو فعلا في حاجة إلى الاسترخاء الذهني، في حالة إلى خروج من الأجندة، في الحاجة. فدي هو بيبقى موجود في هذه البيئات وقت مخصص للاسترخاء، للاستجمام، للاجازات، للمصيف. لكن بالنسبه لنا احنا وقتنا فعلا لو ادرناه بشكل يومي هنلاقي فيه مثل هذه الاوقات، هو اوقات الاستمتاع بالقنوات الرائعه زي قنوات حضراتكم، بالانترنت، يعني احنا كبشر ممكن ننظمه على مدار اليوم. لكن في بعض البيئات اللي هي الافراد فيهم منضبطين نتيجه مهامهم، يعني زي اخواننا مثلا في القوات المسلحه، في الجهاز الشرطي، الناس اللي عندها مهام على مدار الساعة، هو طول النهار عنده مهام. انت فلازم يبقى عنده وقت الاسترخاء ليستريح يستجمع. يسموه وقت الراحة. نعم نعم. او الاجازة. نعم. او الاجازة. وده حتى ده بيبقى مدار بشكل مضغوط كمان. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا ضيفي الكريم. شكرا يا فندم. دكتور محمد جابر عباس، استاذ تنظيم المجتمع، المساعد رئيس قسم تنظيم المجتمع، كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان. والشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وامل ان تكونوا قد افدتم بكل ما قدمناه لحضراتكم من فقرات حلقة هذه الليلة. شكرا مرة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.